أعلنت وزارة التموين خفض أسعار الزيوت بنسبة 14% إضافية عن الانخفاض الأخير ليصل إجمالي نسب التخفيض على الزيوت إلى 36%. أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن سعر زجاجة زيت الخليط 1 لتر يبدأ من 65 جنيها في الأسواق، وأكدت أن شركات صناعة الزيوت تحرص على مواكبة التطورات في الأسواق المصرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.